عندي الميه السخنه اللي بتغلي فيها سنه ملح وسنه زيت، احط فيها الكواقع. ادي الكواقع هي حسني. واقول مساء الخير يا عروستنا يا رؤية. الو الو عروستنا ازيك؟ الحمد لله كويسه. تحت امرك يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رؤية. عاوز اسال عن الكريب. احلى كريب لعروستنا رؤية، وتوصي يا حسني، كريب حادق ولا حلو يا رؤية؟ لا حلو. حاضر، احلى كريب حلو يا حسني. احطيت زيت زيتون، بصلايه صغيره عشان اعمل فواكه البحر، وادبل البصل كده يبقى شفاف. وانا بدبله كده اقول مساء الخير يا عم يوسف. الو، ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. تحت امرك يا يوسف. ودي له توم. عايز اسال على طريقه عمل الكولسلو. الكولسلو احلى سلطه كولسلو ليوسف يا حسن وتوص. وبجيب بقى شويه من فواكه البحر اللي عندي، وبطعمهم مع البصل والثوم كده يغير لونهم على طول، واروح جايه طشاهم بمعلقه عصير ليمون ومعلقه بشر ليمون وشويه من الملح وشويه من الفلفل، ويقصروا معايا كويس. جاهزة عندي القواقع، وجاهز عندي الجبنة الرومي المبشورة وشوية البقدونس زي ما انت عايزة. يبقى عملت لك 8 انواع زي ما انت شايفة قدامك من المكرونات. احتاري واختاري تعملي الصوص ايه لولادك. وقلنا التركة المهمة انك هتطلعي المكرونة من المية السخنة اللي بتغلي، تحطيها في الصوص وتقدميها فورا لولادك عشان يستمتعوا بيها، ما تركنهاش تجلد. فخدي بالك من التركة دي لان تركنت بتجلد. وقلنا فواكه البحر كلها مش هتاخد معاكي 4 دقايق، مش هتاخد معاكي 4 دقايق بتركاتك وحركاتك. والصوص يكون شفاف وبيلمع، تدي له شويه بقدونس وشويه جبنه وتقدميها لاولادك فورا وهي سخنه وطالع بخارها كده عشان يستمتعوا باحلى بسطه في الدنيا، وتكون بطقطم تحت درسهم، ما تكونش معجنه. يعني ايه ما تكونش معجنه؟ 9 دقايق في ميه سخنه بتغلي فيها سنه ملح وسنه زيت، و3 دقايق جوه الصوص بعد ما يقصر، تاخد الحراره بتاعت الصوص وتكمل سواها وتستمتعي بيه. يبقى فواكه البحر جاهزه كده. اروح جايبه الكواقع يا حسني. بص الكواقع بتقول لك يا تركاته يا حركاته من النار على طول، من الميه على طول تنزلها جوه فواكه البحر. وعندي بقى شويه من الجبنه الرومي القديمه الحلوه، شويه بقدونس اخضر، وندخل كل الخليط ده كله مع بعضه لمده 3 دقائق. يبقى عندك فواكه البحر. يبقى ليه اتفقنا مع بعض الصوص تعمليه بولونيز، تعملي صوص ابيض، تعملي نجريسكو، تعمليه زي ما انت عايزه بالاطعمه اللي احنا عملناها كلها. احتاري واختاري بين الانواع اللي انت عايزاها. اهم حاجه التكنيك، تشوفي عدد اولادك قد ايه واللي هيقعدوا على الطبليه او السفره قد ايه، وتقسمي لكل واحد بالكيس اللي هو نص كيلو على 3 انفراد. لو هم 3 خلاص تعملي كيس، لو هم 4 تعملي كيس وربع. خدي بالك من ده، في ميه سخنه بتغلي وتعملي الصوص ضعف اللي انا عملته ده، هيقضي اللي احنا اتفقنا عليه في الكيس وربع. هتضعف كمان الكلام ده في الصوص تطلعيه من عندك. اهم حاجه العيال وهم بياكلوا تبقى سخنه وتبقاش تمضغ تحت درسهم، تقطم تحت درسهم عشان يستمتعوا بالباسته بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. تقدري تعملي فواكه البحر دي جمبري بس او مصل بس اللي هو بلح البحر. عندك بلح البحر الاسود زي ما انت عايزه، عندك ده زي ما انت عايزه، عايزك تعمليه بالكاليماري بالسمك. اهم حاجه تعمليها صح وتقدميها صح زي ما انت شايف كده قدامك.